بسم الله الرحمن الرحيم. هنتكلم عن الهالوكس فالجاس ديفينيشن. يحصل lateral deviation of the proximal phalanx on the first metatarsal head ويحصل medial deviation of the first metatarsal. ايه هي الكومبوننتس اوف deformity؟ بيحصل lateral deviation of the grade 2, medial deviation of the first metatarsal, وبيكون في بانيون ممكن يبقى معاها arthritis وفي hammer or gluteus. Introduction. Prevalence. Hallux valgus present in 2% of all adults. Will incidence increase with age? Will female more than male? Etiology. Either extrinsic, في الناس اللي بتلبس high-heeled narrow shoes, و-intrinsic factor, either hereditary, لو في positive family history, والبس planus, لأنه بيحصل pronation of the foot, والmetatarsus primus varus, ده في juvenile form, لما بيكون في هايبر موبيليتي اوف ميتاتارسو كينيفورم جوينت. ده النورمال اناتومي. لو ادينا وانا بص فروم ميديال ودي فروم لاترال ودي فروم دورسال ودي فروم بلانتر. لو انا بصيت فروم بلانتر ده الاي بي دكتور هالوشس وده الاي دي دكتور هالوشس وده الفليكسور هالوشس بريفيس. بتتقسم التندون بتاعها على تو بارت ميديال ولاترال بارت وكل واحد بيبقى فيه سيسيمويد بون. طبعا في هنا اكسنسور هالوشس extensor hallucis longus be attached dorsally وفي flexor hallucis longus be attached volar أو plantar في distal phalanx. ده normal anatomy قبل الهالوكس وده abnormal anatomy. ده extensor hallucis brevis بلاقي الدورسال وده الميديال بارت. ببص على plantar في الميديال بارت بلاقي الابدكتور hallucis والبلانتر في اللاترال بارت الاقي الابدكتور hallucis ولاقي التو تندنز وفليكسور هالوشس بريفيس. ده اللاترال وده الميديا. اللي بيحصل في الهالوكس فالجاس يحصل لاترال ديفيشن اوف ذا بروكسيمال فالينكس وميديال ديفيشن اوف ذا فيرست ميتارسال. بيحصل اتينيويشن لكل الستراكشرز ميديالي وبيحصل كونتراكتشر لللاترال ستراكشر وبيحصل سيسمويد. سيسمويد بدل ما هي تبقى بلانتر بتبقى ميديال. بيحصل لها سبلكسيشن اور ديسلوكيشن. بيحصل هالوكس برونيشن. ده البوزيشن اوف السيسمويد. ده النورمال بيبو بلانتر. ده في حالات الهالوكس فالجاس اولموست بقوا ميديا. كلينيكال اسسمنت. مش كل العيانين بيشتكوا من نفس الشكوى. في عيانين بتيجي تشتكي من ديفيكالتي ان ويرينج شوز. ده بيمثل حوالي 80%. وفي عيانين بتشتكي من بين اوفر ميديال امينينس وده بيمثل حوالي 70%. في عيانين بتشتكي من كوزمتيك كونسيرن وفي بين اندر سكند ميتارسال هيد وده بيمثل حوالي 40%. في الاكزامينشن لازم اكزامين البيشنت ستاند واكزامين الفور فوت والهايند فوت ولو اشوف الديفورميتي كوركتابل اور نوت ولو في برونيشن اوف ذا بيج تو ولا لا واشوف الرينج اوف موشن ميتاتارسو فالينجيال جوينت. وما انساش كمان اعمل فاسكولولوجيكال ستاتس ولو اشوف لو في كالوزيتيز اندر ليسر ميتاتارسال هيدز ولو في هامر اور كلوتوز واشوف الاستابيتيو ميتاتارسو يونيفورم جوينت. ايه الفيوز اللي انا هعملها في الهالوكس فالجاس؟ هعمل في الستاندنج اي بي ولاترال فيو، هعمل في الاوبليك فيو وهعمل سيسيمويد فيو. هتوريني ايه الاكس راي؟ اشوف لو في بون اند جوينت ديفورميتي، في ديفورميتي ولا لا؟ اشوف اللينس لينث والشيب اوف ذا فيرست ميتاتارسو، اشوف الكونجرونسي اوف ذا ميتاتارسو فالينجيال جوينت ولو في ارثيتس ولا لا؟ اشوف الميتاتارسس ادكتس، اشوف اللاترال فيو لو العين عنده فلات فوت او بريس بلانس ولا لا؟ ايه هي الانجلز اللي انا هقيسها في الاي بي؟ الانتر ميتاتارسال انجل ده ما بين اللونج اكسس بتاع الفيرست ميتاتارسال واللونج اكسس بتاع السكند ميتاتارسال المفروض ما تزيدش عن 9 درجات. الهالوكس فالجاس انجل ما بين اللونج اكسس بتاع الفيرست ميتاتارسال واللونج اكسس اوف ذا بروكسيمال فالينكس ده المفروض دي ما تزيدش عن 15 درجه. وفي الديستال ميتاتارسال ارتيكولار انجل دي المفروض ما تزيدش عن 10 درجات. ايه هي السيفيريتي اوف هالوكس فالجاس؟ في مايلد ومودريت وسيفير. مايلد في الحالات اللي عنده انتر ميتاتارسال انجل اقل من 15 والهالوكس فالجاس اقل من 30 والاقي الميتاتارسال فرينجيال جوينت كونجورنت. المودريت كيس الاقي الانتر ميتاتارسال انجل فروم 15 تو 20 والهالوكس فالجاس انجل فروم 30 تو 40 والاقي الميتاتارسال فرينجيال جوينت بقى انكونجورنت. في السيفير كيس بلاقي الانتر ميتاتارسال انجل مور ذان 20 والهالوكس فالجاس انجل مور ذان 40 والميتاتارسو فالينجيال جوينت بقى انكونجرو. ما انساش الهالوكس فالجاس انتر فالينجيس ده بتبقى ممكن تيجي لوحدها. ده بتبان بالاكس راي
ممكن تبقى لوحدها وتبقى ممكن تبقى part of the complex deformity. Treatment either non-operative or conservative or operative. Non-operative بحط له وايد، بحط البيشنت وايد تو بوكس، ده بيديكريز اللاترال ديفيشن اوف ذا بيج تو، بيديكريز الانفلاميشن والبين، وكمان اعمل ديكريز الهيل هايت واعمل ارش سبورت للناس اللي عندهم فلات فوت. سيرجيكال تكنيك في عمليات كتيره جدا للهالوكس فالجس، هنقسمهم ببساطه ايذر ديستال اور بروكسيمال اور شافت. الديستال ان اكزامبل منها شيفرون اوستيوتومي، ميتشل، ويلسون اور كيلر. بروكسيمال ايذر ميديال اور لاترال، وفي كمان الارثروديسيز اسمها لابيدوس، وفي شافت اوستيوتومي للسكارف اوستيوتومي. في حاجات بتحكمني لازم اعملها لو لقيتها، لو لقيت الجوينت انكونجرنت لازم اعمل سوفت تيشو بروسيدور، هنعرف نعمل ازاي دلوقتي. لو في هايبر موبيليتي اوف ذا فيرست ميتاتارسوك يونيفورم، وده بيبان بالاكزاميشن، لازم اعمل له فيوجن. لو في ديجنريتيف جوينت ديزيز لازم اعمل فيوجن اور كيلر اور بروثيسيس. ديس سوفت تيشو بروسيدور لو لقيت الجوينت انكونجرنت بعمل دورسال انسيجن ما بين الفيرست ويب سبيس، بريليس ثلاث حاجات، الادكتور تندون والترانسفيرس ميتاتارسال تندون واللاترال كبسول. ده الادكتور تندون وده اللاترال كبسول. اخد بالي وانا بعمل ديستال سوفت تيشو بروسيدور، وخصوصا لما اكون بعمل معاه ديستال اوستيوتومي، ما اعملش ستريبنج للبريوستيوم كتير علشان ممكن يحصل ايفاسكولار نيكروزس، ما اعملش بريوستيال ستريبنج. ده شكل الايفاسكولار نيكروزس بعد ما حصل. بعد ما اخلص سوفت تيشو بروسيدور بعمل بانيونكتومي، بفتح انسجن ميديالي وبعدين بشيل البانيون فلاش اوف اوفر، يعني بكسر بشيل البانيون وبكون فلاش على الميديال سيرفيس اوف ذا فيرست ميتاتارسال. بعد ما عملت البانيون كده خلصت الديستال سوفت تيشو بروسيدور والبانيونكتومي، اخد اكزامبل من الديستال اوستيوتومي الميتشل اوستيوتومي، بشيل ريكتانجل من الفيرست ميتاتارسال ميديالي واسيب حته لاترال، بعدين بعمل له لاترال ديسبيسمنت. شيفرون اوستيوتومي اشهر اوستيوتومي معموله، وده في شيب اوستيوتومي. خلي بالك من الاوستيوتومي لازم تتعمل، لازم العيان يكون سنه اقل من 50 سنه، والهالكس فالجس اقل من 30 ديجريز، والانتر ميتاتارسال انجل اقل من 15 درجه، ونو ديجنريتيف تشينجز ان ميتاتارسال فالنجيال جوينت. في الاول ببدا بعمل بانيونكتومي، بشيل البانيون فلاش اوفر ذا ميديال سيرفيس اوف ذا فيرست ميتاتارسال، ده البانيونكتومي. وده بعد ما عملت البانيونكتومي باخد بنطه ميد واي بين الدورسال والبلانتر سيرفيس اوف ذا فيرست ميتاتارسال ارتيكولار سيرفيس، وبعدين باخد الفي شي الفي، واحد دورسال وواحد بلانتر. طبعا ده بعد ما عملت الدورسال اوستيوتومي، دورسال ليمب والبلانتر ليمب، ده الشيفرون. بعدين بعمل لاترال ديسبيسمنت، ده ممكن اعمل موديفايد شيفرون ان انا بلانتر بار بلانتر اوستيوتومي او بلانتر ليمب اوف ذا في، ممكن اعملها مور اوبليك علشان ابعد عن السيسيمويد، وممكن كمان اعمل باي بلانر شيفرون اللي هي اخد ويدج من، بالاضافه للفي شيب اخد ويدج كمان من الميتاتارسال. ده السكارف اوستيوتومي، ده زد شيب اوستيوتومي، الدورسال بارت اوف ذا زد بيبقى ديستال، بلانتر بيبقى بروكسيمال، بعدين بكسر الشافت بطول الشافت لو انا باصص لها فروم ميديال، وبعدين بثبتها بتو سكروز واشيل الاكسس بون. ده اللودلوف اوستيوتومي، ده اوبليك اوستيوتومي، ده بيبدا من ديستال تو ذا ميتاتارسو فلينجيال جوينت وينتهي بروكسيمال تو ذا سيسمويد بون. ده وفي اكزامبل من البروكسيمال ميتاتارسال اوستيوتومي زي طبعا ميديال اور لاترال اور كريسنت اوستيوتومي زي الاكزامبل دوت. في لابيدوس ده بنعمل فيه فيوجن ميتاتارسو كيونيفورم جوينت، ده بيتعمل ولما بيكون هايبر موبايل طبعا لازم يتعمل، وده بيتعمل دلوقتي كتير الفيوجن، وده معظم الناس بتستخدمه اللي هو فيوجن ميتاتارسو كيونيفورم جوينت. ما انساش كمان ممكن اعمل اكن اوستيوتومي، ده ميديا كلوزنج ويدج اوستيوتومي بيتعمل في البروكسيمال فالينكس، ده ميديا كلوزنج باخد ويدج وبعدين اقفله. كيلر
كيلر ليه مميزات وليه عيوب. يعني كيلر بجي بعمل ريسكشن لل 1/3 بروكسيمال فالينكس، طبعا ده مميزاته بيدي كومبريس الجوينت وريلاكس التايت لاترال ستراكشر والاو كوركشن اوف ديفورم، بس عيوبه انه هاي ريكورنس ريت وليتر امبروفمنت في انتر ميتاتارسال لانه مالوش دعوه بالانتر ميتاتارسال انجل، وهو بيعمل كمان ميتاتارسالجيا. قديما قالوا كيلر از ا كيلر. فيوجن اور ارثروديسيس بعملها في حالات السيفير ارثرايتس والنيوروماسكولار ديسوردرز، ولو في انفلاماتوري ارثرايتس، ولو في سيفير ديفورميتي ويز اوستيوبروزيس، ولما اعملها سالفج افتر فيل بانيون سيرجري اور فيلد ارثوبلاستي، وممكن اعملها سالفج افتر انفكشن ستيج ريكونستراكشن، بعمل ديبرايدمنت الاول وبعمل بعدين بعمل فيوجن. احنا فكرنا في اوستيوتومي ممكن نعملها، اوستيوتومي تتعمل في اي ديجري mild or moderate or severe، حاجة تانية تتعمل في أي age صغير وكبير في الأطفال والكبار. osteotomy كمان نقدر نعمل بها correction للسيسيمويد، نقدر نعمل بها rotation. osteotomy نقدر نعمل بها translation. ففكرنا في 3-dimensional correction valgus deformity، ده novel technique بأن احنا بنكسر proximal في الميتاتارسال بيركوتينيوس، وبعدين بنحط واير نروتيت بيه ونصلح الانجيوليشن، يبقى احنا عملنا روتيشن وترانسليشن وانجيوليشن ان 3 بلينز. فاحنا صلحنا الروتيشن نحط كي واير في الديستال بعد ما نعمل اوستيوتومي في البروكسيمال في الميتاتارسال في الفيرست ميتاتارسال، وبعدين نروتيت بيه اول ما نوصل البروبر بوزيشن نثبت الفيرست في السكند بتو كي وايرز. وده فيديو يبين لنا انترا اوبرتيف ازاي بنعمله. بعد ما عملنا الاوستيوتومي حطينا الكوار، شو شايف البوزيشن اوف ذا سيمويد بيكوركت، وصلنا للكوركشن اللي احنا عايزينه، نثبت الفيرست في السكند بتترسل بعد ما نعمل ترانسليشن للفيرست ميتاتارسل. بعد بوست اوبرتيف مانجمنت بحط العين في كريب بانجد لمدة أسبوعين وإيموبيلايزيشن، بعد أسبوعين لإما بحطه في هالوكس فالدس نايت سبلين أو أعمله بلوني كاست أو هيل سبورت اللي هي ميتاتارسال هيد أوف لودينج شوز. كومبليكيشن ممكن يحصل ريكارنس، ممكن يحصل كومبليكيشن زون، ممكن يحصل نمز أو بارثيزيا لو أنا برضو إن ما عملتش ما عملت ديستكشن جامد أو عورت الديجيتال نيرف. ممكن يحصل ليفاسكولار نيكروزيس خصوصا لما انا لو عملت ديستال سوفت تيشو بريسيدور مع ديستال اوستيوتومي، ممكن يحصل هالوكس فيروس او ترانسفيرس ميتاتارسالجي. ثانك يو.